عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، تنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيت غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي غادي تعجبكم، واحد البريوات بالروز كيف ما شفتوا في العنوان، غادي ينال الاعجاب ديالكم، وتنتمنى انكم تجربوه ان شاء الله بحول الله. وإلا عجبكم هذا الفيديو وجربتوا الوصفه وعجبتكم، ما تنساونيش من لايك ومن تعليق زوين باش تحفزوني ونزيد نحط ماس اكثر وصفات. المهم كي تشوفوا معايا المكون الاساسي في هذه الوصفه هو الروز. الروز هنايا خديت واحد الكاس صغير ديال الروز، سلقته مع شويه ديال الزيت البلدي وشويه ديال الملحه، وممكن ديري فيه حتى دامه البنة، ممكن ديري فيه داكشي اللي تي باش تبنيه. المهم كي قلت لكم هذا هو الروز. وهنايا عندنا الروز، البنات اللي ما كيعرفوش كيفاش يخرج ليهم بحال هكا، تسناو يخرج ليهم بحال هكا حبه بحبه. غادي ديري كاس ديال 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 الروز، وداك الكاس اللي عبرتي به الروز غديري جوج المرات ديال الماء باش يخرج لك بحال هكا. ومني يطيب وينشف، الا لقيتيه ما عجبكش بقى قاصح مثلا على حسب الروز اللي مستعمله، غادي تجيبي واحد البابي ديال الالومنيوم وتغطيه حتى غادي يشرب داكشي، وغادي غتلقيه بحال هكا بهذه الطريقه وطيب. المهم البنات هنايا عندي الذره، معلقه كبيره ديال الذره، وهنا عندي معلقه كبيره ديال الطون، وهنايا معلقه كبيره ديال الفرماج ديال موتزاريلا. صافي هنايا الفرماج ديال الموتزاريلا، وهنا عندي واحد المعلقه ديال الزيتون خضر مقطع. المهم هاد المكونات هادو ممكن انك تبدليهم بالطريقه اللي تعجبك، وعندي معلقه اخرى ديال الفرماج الكريمي، اي نوع من الفرماج عندك ممكن انك تستعملي. المهم هنايا دابا غادي نبداو ان شاء الله، غادي نضيف هاد المكونات كاملين على الروز. نضيف الطون ونضيف هاد الفرماج، قد ما درتو البنات الفرماج غادي يجيكم بنانين وزوينين. ونضيف هاد الزويتينات اللي عندي، وهاد المكونات غنزيد عليهم فرماج كريمي، اي فرماج عندك. لما عندكش هذا ممكن ديري ديال المثلثات، ممكن مهم تكوني جايبيهم قبل من الثلاجه. غادي نخلط هاد المكونات هادو ونرجعو نطويو البريوات ديالنا. صافي هنايا ملي خلطناها كتجي بحال هكا كما كتشوفوا معايا، وهنا عندي بيضه باش غادي نلصق البريوه ديالي. ها انتما كتشوفوا معايا تنسرح هذا ديالتي الورقه ديالي، كيف هاد الورقه هادي راه فايته هضره عليها قبل ديال الشينوا، وكنطوي البريوه ديالي بحال هكا. تنحاول نزير ايدي باش ما تخرجليش ما يخرجليش العماره وانا كنطيب فيهم. صافي غادي ندير لهم شويه البيض بحال هكا ونخليهم بحال هكا. غادي نعاود معكم واحده اخرى انتما. صافي وكنطويها بحال هذا الشكل. هاد البريوه هادي كتجي، هاد الورقه هادي تجي ساهله، ما كتقطعي ما كديري حتى شي حاجه. صافي وغاديه انا كنطوي وانا كنزير ايدي وكنجيب البيض كنلصق به هانتوما. صافي غادي نكمل على هاد الطريقه هادي، ونتلاقاو مع نتلاقاو ملي نطيبوهم ان شاء الله، نتلاقاو مع الشكل النهائي. صافي ودابا هنايا غادي نقليهم انا في الزيت، واللي ما بغاش يقليهم يديرهم في الفران. اوكي انايا شحال هادي ما درتش في الزيت، قلت علاش ما نديرهمش في الزيت،
صافي. ومني غادي نقليهم ويتحمروا من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه، غادي نتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا الشكل ديالهم ولاصوص اللي غنحضروا معاه. صافي البنات، هذا هو الطبق ديالنا ملي تيوجد. ها انتم شوفوا كي تيجيو، شوفوا معايا تيجيو رائعين. ها انتم تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنايا البنات وجدت هاد لاصوص هادي اللي فيها دانون مسوس، وكتديري فيه شويه الزعتر وتطحني معاه واحد شويه ديال الخيار. صافي وبالصحة والراحة، تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وإلا عجبوكم ما تنساونيش من لايك، ولي ما مشاركش في القناة وأول مرة غيشوف القناة ديالي كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا لكم على التتبع، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.